الحمد لله ان ربنا اكرمني بحفظ القرآن الكريم بعد معاناة مع الحفظ. والمعاناة كانت ان انا امشي الشيخ والكلام ده، ما كانتش معاناة في حاجة تانية، ولكن الحمد لله رب العالمين اتممت حفظ القرآن الكريم واتممت حفظ القراءات العشر ولله الحمد، وانا دلوقتي اصبحت مجازا بالقراءات العشر والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله الكبير. والحمد لله على النعم التي أنعمها الله علي، ومن أهمها وأولها حفظ القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين. أكثر مرة حفظتها كم كبير في وقت قليل؟ أكثر مرة حفظت فيها كم كبير في وقت قليل، أنا كنت فاضل لي حوالي 7.5 أجزاء من القرآن الكريم، من الأعراف مثلا لحد منتصف سورة البقرة، والحمد لله ربنا أكرمني وحفظتهم في 12 يوم. 7.5 أجزاء؟ آه، في 12 يوم والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله